قصدي ما تتكلميش غير لما اقول لك يا شويه. يا راوي هانم، الموضوع مش بالسهوله اللي انت فاكراها ديت، يلزم له ادله وشهود. يعني حضرتك صورتي الواقعه بالموبايل مثلا؟ اصور؟ اصور ايه؟ قلت لك شفتهم بعينيا دول. انا مش منقوله من هنا الا ما تدخلهم كلهم في التخشيبه وتدور على النجل اللي هرب وتجيبه هنا. يا مدام راويه، انتوا مش بتاخدوا في المانيا المواضيع ببساطه برضو؟ شعرفك ان انا كنت في المانيا. ما انا والاستاذ رؤوف عشره قديمه قابلته في لجنه قبل كده اهوت وهو سايق عربيه حضرتك. تبقى انت اللي خبطت عربيتي. شكا واحد الظابط، حضرتك جبت من الاخر بصراحه. ممكن كلمه على مفاض؟ ثانيه بعد اذن حضرتك. اتفضل. يا مناو النمر غلط. حد الظابط، انا بقترح على حضرتك يعني ترميني في التخشيبه من هنا للصبح، نقعد بقى في التخشيبه نفكر في اي جريمه. وبعدين هنفكر ليه؟ ما الجريمه موجوده، انا المسؤول عن اللي حصل في الشقه بالبنات دي كلها. ايه راي حضرتك؟ لكن مروح انا مش عايز اروح. عايزك تتاكد تماما يا رؤوف ان الظابط لازم يطبق القانون ويحافظ على المواطن، وانت عارف طبعا ان الظباط دول اخواتكم وقرايبكم. وانا كان نفسي اساعدك واحبسك. معلش يا رؤوف، خدتي طوروح. أرجوك مش عايز أروح. اتولدت قصير وقلنا ماشي، يمكن يكون ده حافز ليك عشان تبقى حاجة. بيقولوا الدكاترة إن القصيرين دول عندهم ذكاء خارق، لكن أنت طلعت أهبل. دي حاجات بتاع ربنا يا تيتا، مش هنتدخل في شغل ربنا. طلعت عينينا في الدراسة ونجحت بالعافية، وهو بقى عندك 40 سنة ومعرفتش تعمل لا بيت ولا أسرة. سبحان الله تيتا، حضرتك فتحت الموضوع اللي أنا كنت عايز أجرجع حضرتك فيه. يعني إيه هو يا ولد الموضوع اللي أنت عايز تكلمني فيه؟ حاضر حضرتك تيتا، حاضر، بس مش عايز حضرتك تتعصبي عشان الجو مش ناقص توتر زي ما حضرتك شايفة يعني. وبعدين عشان أعصاب حضرتك في إيه تيتا؟ إيه اللي قلب الصورة دي؟ حضرتك إحنا قلبناها عشان نحافظ عليها يعني. بصوت حضرتك، بصوت حضرتك. تعدلها دلوقتي حالا. حاضر. وبعدين تنظف البيت ده اللي بهدله صاحبك الصايع اللي هرب. وبعدين تتخمد عشان هنصحى الصبح بدري نروح نزور رمان. تيتا، تيتا هويا، تيتا هويا. موتت. فين الغفير الزفت بتاع المدفن ده؟ يا ابو ربيع، ابو ربيع. ابو ربيع مين يا تيتا؟ ابو ربيع الله يرحمه مات. دلوقتي في ربيع ابنه ما شاء الله قايم بشغله. ما هي اجيال بتسلم اجيال يا تيتا. اهو ربيع ده. منظر مدفن ده؟ يعني الشوارع مش نظيفه قلنا ماشي، ناس قبل تعيش في القذاره قلنا ماشي، لكن خلاص ما عدناش بنحترم لا احياء ولا اموات. الله يرحمك يا عمان، الله يرحمك. ما تسترجل يا ولد، اللي زيك في ألمانيا رئيس وزارة، يعني بيحكم بلد بحالها. هنا ما بيدوش فرصة حد يا تيتا، حضرتك عارف. اخرس خالص. حاضر. اسمع يا ربيع، أنا هاجي الأسبوع الجاي وهبص على المدفن، إذا ما عجبنيش هدفنك هنا. سوري يا تيتا، بعد إذن حضرتك. يا ربيع، فوق يا ربيع، فوق. أنت تخرس خالص. حاضر يا تيتا. يلا نجر قدامي. حاضر. نجر. سوري. ادعك كويس، ادعك كويس. حاضر يا تيتا، بدعك اهو. البلاوي تيتا، كنت عايز اكلم مع حضرتك. روح افتح الباب. حاضر. افتح الباب. حاضر بس، حاضر. اتحرك. حاضر يا تيتا، صابون في ايدي. رب ارحمنا بقى. يا نهار اسود. ازيك يا حبيبي؟ وحشتني قوي. الحمد لله يا منى. ازيك؟ انت عامله ايه؟ ايه انا مش هدخل ولا ايه؟ مش تدخلي يا منى، مش تدخلي، اصل يا تيتا خرجت مش عارفه قاعد فين. وبعدين لو جت ولقيتك لوحدك معايا شكلك هيبقى قاسي قوي يا منى. مين يا رؤوف؟ انت بتضحك عليا يا رؤوف؟
انت ما قلتلهاش ان احنا هنتجوز صح؟ لا لا مش هقول يعني استنى استنى شويه يا منار. انت ناسي ان فرحنا فاضل 10 ايام؟ هتفضل لغايه امتى جبان؟ مش عارف مش على الباب يا رؤوف. لا تيتا ده الزبال ده ياخد شهيه يا تيتا. سوى منار سوى مش هقدر بالك مش هقدر بالك مش هقدر بالك. رعد جوبلز في الزوم جيب طبقك يا حيوان. حاضر يا تيتا. عامله لك بقى شويه مكرونه بالخضار هتاكل نفسك وراه. انا عارف ان هو يوم زي الزفت. حضرتك عارف ان انا بكره المكرونه دي. هتاكلها وبعدها بقى هتلبس وتتشيك علشان هنروح عند طنط بهيره. فاهم يا حيوان؟ تيتا سوري يعني سوري اسف يعني مش ملاحظة حضرتك يعني ان الكلاب بتنتهيهم باساميهم وانا طول الوقت حيوان حيوان. اذا كنت انت حيوان ربنا ما نواك عنك ما طفح. اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. مش قلتلك يا بهيرة هانم سالي مش ممكن تنسجم الا مع كلب الماني زيها الدم بيحن. بقول لحضرتك ايه تيتا هو ينفع كلبة مصرية تتجوز كلب الماني عادي يعني؟ اخرس بس ده احنا جبنا لها كذا كلب عضتهم وعورتهم تصوري. لكن شوفي منسجمين جدا مع بعض. هاي يا طنط. هاي يا حبيبتي. انا فيروز. اهلا يا فيروز كبرتي ده انا سافرت وانت لسه بتلعبي في الجنينه. رؤوف فاكر فيروز؟ مش فاكر حد. فيروز مضيعه وقتها كله في القرايه والعزف على البيانو والنت. ما شاء الله. طيب ما تعزفي لنا حاجه من شوبان يا فيروز؟ طبعا يا طنط. رؤوف برضو بيعرف يلعب بيانو. ما بعرفش العب ولا عايز العب. قوم قوم يا رؤوف. ما بعرفش يا تيتا. قوم يا رؤوف قوم العب. انا زهقان. قوم يا حيوان. بعد اذنك يا طنط. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. شك فين البيانو ده؟ اهو. فين؟ اه. استغفر الله العظيم. هوب بيانو اوف. ايه المزيكا زي الزفت دي؟ ماشي عشان عندي صداع اساسا، خلينا قاعدين شوية وهنمشي انا وتيتا ان شاء الله. أحسن. إيه يا برنس؟ برنس؟ على فكرة جدتي وجدتك دول بلح. بلح؟ حوار جواز الصالونات ده بطل من ساعة ما عمرو دياب كان بيعمل حفلته في العجم. آه ما تهميش ما تهميش، القعدة دي مش لجواز ولا بتاع، ده هما شويتين كده بيشوفوا الكلاب ونتكل على الله. في إيه؟ يا واد. رؤوف وحنين كده على طول. ما تضم كده وخلي العداله تاخد مجراها. يا نهار اسود ومنيل على المفاجاه فوز. ايه الكلام اللي مش لاقي ما اعرفش بيكوا ده اصلا؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله؟ انا اللي بقوله؟ لا انت شكلك مالكش فيها بقى. طب بص انا اسمي على الفيسبوك. انا ما عنديش فيسبوك اصلا وجاي ورا شويه واتكلمي بصوت عالي عشان احنا شويه وهنمشي من عندكم. احسن المصحف قوم افضحك قدام ستي هي فكاكي شايفه. يا روحي عليهم يجننوا. لايقين على بعض هما الاثنين يا حبايبي. بطل معاك ويخرب بوك. لا انت شكلك كده عايز تفك. ما تيجي نضرب جونتين في البلكونه يمكن العلاقه تتطور. انت بتشرب مخدرات؟ ايه مخدرات تتطور ولا انت هتخيب ولا ايه؟ لا ما تقطعيش في كلامي ممكن ما احتمكيش. لا ده انت مالكش في الطيب. احتمي نفسك وقت تفتكيني طيب. الله ما شاء الله انتوا انسجمتوا قوي مع بعض ما شاء الله. ما شفتش اظرف ولا اوائم من الانسه فيروز بصراحه يعني. بس خلوها يا عيني مسكينه عماله تشتكي ما عندهاش فيسبوك. خليها تدخل يعني تدخل في الحياه بتاعه النت اللي فاصلنا ان شاء الله عشان تدردح شويه. مش معقول كسوفه مش معقول. يلا يا تيتا يلا يا تيتا نتوكل على الله من هنا. اذا كانوا الكلاب عملوا حاجه غصب عنهم فانا ارفض. اتجوزت من ورانا يا ولد. ربنا ما حصل يا تيتا ربنا. ده انا تبيت حضرتك عامل كده ازاي يعني؟ هو حضرتك انت يا ولد انت. حاضر يا تيتا. هو مجرد تعارف تعارف يعني. اصل منى دي زميلتي في الشغل وزي ما تقول حضرتك كده بصراحه يعني انا رحت وقعدت مع اخوها قعدنا في البيت يعني عادي كرجال قاعدين مع بعض يعني. ايه خلصني. حد ما حضرتك عمال زعقيلي وده عمال يعمل لي اخلص. حاضر حاضر. قعدت مع اخوها وورينا فتحه. ايه؟ وريتوا الفتحه؟ انا وباين من ورانا يا هبل. واللي اسمها منار دي ابوها بيشتغل ايه؟ الله يرحمه ويحسن اليه. وامها
الله يرحمها ويحسن اليها. وجدها جدها بيعمل ايه؟ جدها يعمل ايه؟ الاثنين الله يرحمهم، وهو كمان الله يرحم الله يرحم. ايه العيله دي؟ لا تيتا ده ليها اخ اسمه ابراهيم. تيتا لو شفتيه ابراهيم طيب طيبه زي الامهات. موهم عفوا موهم. والمرهم ده بيشتغل ايه؟ خلصني. ابراهيم ابراهيم بيشتغل. انت حاجه تيتا. ابراهيم بيشتغل في الديكور، يعني بيعملوا ديكورات. حيوان. انا ولا ابراهيم؟ انت طبعا. هو في حيوان غيرك؟ شكرا تيتا. ممكن نعم ممكن اقوم عشان حاسس ان هيقوم عليا. يلا في 60 داهيه. تشك اب. عايز اشوف خلقتك. حاضر. لو تقام لو تقام شويه كده ولا كده. الله يسلمك. الله يسلمك. تعرف الاشكال دي منين يا ولد؟ يا تيتا يا متعافه حضرتك الناس اللي بعضيها والمصريين بيحبوا يعني يسلموا على بعض. حيوان. شاكين او اتفضل حضرتك. اهلا 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 اهلا. وانا اقول الحاره منوره اللي زجا زروق. الله يخليك يا معلم. زجا زروق شاك منور الدنيا. الله يخليك. الحيوان دي الله. لا ما اقدر ما اقدر. مش هقدر. طيب مش هقدر مش هقدر. سوري سوري. اتفضل حضرتك. اتفضل. طب تعرف الناس دول كلهم منين؟ يا تيتا ما المصريين كلهم يعرفوا بعض. يلا يلا حضرتك. حصلت لنا البركة. أحب أعرفك بالعيلة. أنا إبراهيم مصلحي، والباشا المتوج ده الأنسة منار مصلحي أختي. موظفة كبيرة أوي في سوبر ماركت كبير أوي، شغالة مع رؤوف. أكيد حضرتك عارفة يعني. أما أنا بقى وأعوذ بالله من كلمة أنا، أسطى نقاش كبير أوي، أسطى نقاش من اللي بيتعدوا على الصابع الإيد العشر. نقاش؟ بلاش تواضع يا إبراهيم، ده إيده تتلف في حرير. جرايه يا حاجة. وماله النقاش لا مؤاخذة؟ أنا ما قلتش حاجة، الشغل مش عيب. بس انا متاكده ان انا شفتك قبل كده. جرايه يا رؤوف. حضرتك يعني يخلق من شبه بعين، كل الناس بتقول كده صح ولا لا؟ وبعدين حضرتك اصل ابراهيم يعني ملامحه مصي قوي مصي قوي. يا تيتا ارجوكي خلينا نركز في الموضوع اللي احنا جايين له. احنا جايين نخطب البنت دي، مش جايين يا تيتا نشبه على البشر. عموما الراجل اللي انت عايز تجوزه اختك ده راجل خايب ما يعرفش يشيل مسؤوليه نفسه. إذا كنتوا عايزين ترموا بنتكوا جوزوها له. يا تيتا أرجوكي خليكي محضة خير لو تقام. لا مفيش خير. خير إيه؟ أنت عمالة تبيع وتشتري فينا ليه؟ جرايا وليا. وليا؟ بس أنا عرفت شفت البقف ده فين. بقف يا أخي ما تحترمي نفسي. لا يا جماعة صافة منار. إيه بلاش مشاكل يا إبراهيم. صلى على النبي تتسلم. حيوان قدامي يا حيوان قدامي. عرة 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 مين يا تنعادي؟ إبراهيم بس بقى. خلاص يا منار. البنت دي مش هتتجوزها. حظك قليل طول عمرك. عايز تمرمط اسم العيله يا حيوان. عيله ايه يا تيتا؟ ما العيله خلصت، ما فاضلش غير حضرتك وعبيه دي. اتفضلي. دور. استغفر الله العظيم. اه هو في حاجه يا ظروف؟ حضرتك ليه دي جدتي ليك فينا يا حضرتك؟ انا بطمن. ما تطمنش بس الفضول. بحب احبش الفضول لو تقام ناس. يا مش هقطعك شوط. بتشكي او بتحرجني على فكره. معلش معلش معلش. يعني انت عايز استنى لغايه ما المره دي تموت؟ ما هو ايه يا واعي الماجد ديت؟ ايه اللفظ ده؟ بص يا انا كده زميلي ليه حق عرب واخد حق حرفه واسلوبيه. انا استعملتك بصراحه كتير قوي يا رؤوف، وده ضد طبيعتي. ليه بقى؟ على اساس انت برضو جوز اختي المستقبلي شيء ايه اخوك. بس اسمع يا رؤوف، الفرح لو ما تمش في خلال اسبوع رؤوف يبقى راسك انت والتته هتعلق على باب حارتنا وبالعشوره بتاعتي. ابراهيم ابراهيم احنا في مكان عام يا جماعه. عندها عندها. يلا قوم يا بيت. يا استاذ ابراهيم اهدى. اقعد يا امشي يا منار امشي. وقفاني ليه؟ تطلع الله امشي يا ابني. الف هنا وشفا باي. مسا مسا رؤوف. مسا مسا باي. معلش ازمه وهتعدي ان شاء الله باذن الله. شكلها مش هتعدي يا ماما. شكلها مش هتعدي. انا بتضمم. هقول لك ايه؟ خاف اروح. حاسس ان البيت بقى جهنم. جهنم؟ اقول لك ايه؟ ايه؟ امسك امسك بسرعة بسرعة. يلا امسك. ايه دي؟ نحاشي ايه يخرب بيتك؟ بتحطولي في ايدي يا مروان. ناقص احراج في الكافيه. مش كفايه الغايب زفت بايب. اعمل بيها ايه دي؟ دي تضرب منها الجرتين خلاص هتلاقي نفسك بقيت عامل زي الاسد، وجدتك دي بقت قد البوس. الله يخرب بيتك يا مروان. 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 Thank you.
متخلف. بتعمل ايه؟ بتشرب حشيش؟ ادي جسم الجريمه يا حضره الضابط. اجيال بحالها بتتدمر. انا جايبها مخصوص علشان يقول على الدال والحشيش. ما هو صاحب السوق انيل من 100 واحد بتاع حشيش. يا راوي يا هانم ارجوك راجعي نفسك. اراجع نفسي يعني ايه؟ يعني الصلح خير، الولد غلط اه، بس ده طيش شباب. وفي الاول وفي الاخر انت عارفه طبعا ان الشرطه اخواتكم واهاليكم، وانا يا ستي اعتبريني ما شفتش المخدرات دي خالص. انتوا مالكم سلبيين كده؟ اللي اخطا لازم يتعاقب، وبعدين نقول بره بيتقدموا واحنا بنتخلف ليه؟ عشان فيه ثواب وعقاب. يعني ده اخر كلام عندكم؟ ايوه احنا مصممين. انا حضرتك اللي جبت المخدرات ديت وانا بتاجر فيها، ولما ببيعها بنصب على الناس كمان. وانا لو حضرتك تتذكر جيت لك بقضيه ضعاوه قبل كده ومشيتني. دلوقتي جايبه مخدرات بلوه بتحرق شعوب وبلاد، يعني مش يعني لازم اقتل مأمور اسم عشان تحبسني؟ يا عسكري حط الكلبشات في ايده. ايه ده؟ استنى يا ابني، ده بخور يا ابني. للاسف يا تيتا مش هنقدر نعمل له حاجه. لا يا فندم، ابوك مش عايز اروح. بتشرب مخدرات يا رؤوف؟ عيني هتعميني. بتشرب حشيش؟ تيتا حميني بقى. ده الظابط اللي في اسم اللي عنده ده بابي قال انه بخور. جبت منين حضرتك مخدرات؟ وانت بتتنيل تطفحها، كنت بتشربها على انها بخور ولا مخدرات؟ معلش بقى تيتا سامحيني، يعني النوايا دي بتاعت ربنا، بس بتاعت ربنا. وبعدين حضرتك يعني انا بشربها ليه؟ ما هو مقهر اللي انا فيه. بص حضرتك محصاني ازاي؟ ايه ده؟ مقهبيني وخلاص، انا هنتحي يا تيتا. كل ده علشان البت اللي واكله عقلك؟ اه. انا عايز اعرف فيها ايه البت دي ولا في اهلها؟ ده اختياري. اختيارك؟ اختيارك ايه؟ بتعرف تختار؟ بتعرف تختار يا متخلف؟ على فكره ما اتحطتش في اختبار قبل كده عشان تحكمي على مستواي حضرتك. طيب انا هديلك الفرصه. اللي بيشيل قربه مخرومه بتنقط على ظهره. اسمها بتخو، اللي بيشيل قربه بتخو مش بتنقط، بعد اذنك يعني. شانة حبيبي ادخل سلم على العريس. زيما نور فرح، سلم على العريس. قوم يا عم. هتقوم يا جرح كده تسلم عليا؟ قوم يا عم. اوه ايوه انا قومتش. اما قال لي قوم. بتسمعنا ايه؟ عقبال عندكم يا رجاله. يا دمور يا دمور. يا رئاسه المسيئه البيئه دي. اللي جدتك مش شغلهولنا ده بتعاقبني. انا عارف، انا فاهم كل حاجه. اسمع احلى غالي، استنوا بس لحظه. بتبيك الف بركه يا تيتا. والنبي يا تيتا شغلنا الاسطوره دي عشان اتحزن انا والرجاله شويه عشان فرح اختي. ايه ده؟ اشرف ايه ده؟ تملي. اسمع، روح اقعد على الكرسي بتاعك واياك اسمع نفس، فاهم؟ يلا ما تسمعش. نورت الدنيا، نورت الدنيا. وجودك قبل عندي حبيبي. شكلها دست عليك ولا ايه؟ ايه الكلام ده يا جدع انت؟ انت ما بتشوفش المقابله اللي قابلتها له جوه؟ لا حاجه تشرف بصحيح. حبيبي ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ عايز اسالك سؤال كده. ايه يا حبيبي؟ انت ايه الاخبار؟ بالنسبه لايه؟ مبروك يا هانم. مبروك؟ مبروك على ايه بلا خيبه؟ دي حاجه كده هتفرفشك. مفيشني ازاي؟ هتزود عندك جرعه الرومانسيه. نسيت ايه يا راجل؟ بحب موت يا راجل، باش تفاهه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا بقولك دي هكرهك فيها. يا هيما يا زميلي، جملت وجمل تكسب محبه الناس يا هيما. ايه ده كمان؟ دي هتخليك فندام. فان ايه؟ فندام. ولا بيتك انت مواهق لسه يا موان، انت مواهق. بص شعرك وهيافتك في الكلام. لا لا انا عندي 40 سنه يا موان، يعني انا زهقان اساسا من الدنيا. هاتهم خليهم معايا احتياطي. ايش تعرف يا جامد؟ ها بس موسيقى رائعة تشني في الأذان، مش كده؟ ألاقي عند سعادتك كوبي أحتفظ بيه. فافش الجو شوية. حاضر روح. نواة عبوسة. تيتا عايز ايه يا حيوان؟ نوية يا جماعة تشتمني. فاحي فاحي.